السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، ما حكم خطأ الإمام في قراءة الفاتحة في الصلاة وأنا كمأموم لما أصحح له وهو على نفس الخطأ لم يستجيب؟ خلاص أديت ما عليك، إلا إذا كان الخطأ فاحشا، إذا كان الخطأ فاحشا يغير المعنى، يقول إن الذين كفروا في جنات النعيم، لازم ترد، لازم. تمام، أنا تمام، ربنا يبارك فيك. بتكلم على قراءة الفاتحة يا شيخ، الفاتحة، فاتحة الكتاب. يعني خلاص أديت ما عليك، وإن شاء الله صلاة، إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. أنا خرجت من الصلاة وصليت لوحدي وتركت الجماعة، هل أنا كده صح أم خطأ؟ الخطأ كان فادحا وهو مصر على خطئه، أم خطأ متحملا؟ هو بدل ما يقول الذين بالذال قالها بالزين، فأنا صححت له وهو لم يستجيب، فخرجت من الصلاة وتركت الجماعة وصليت لوحدي على جنب في المسجد وخلصت وصححت له وخرجت. خروجك خطأ، لأن الحروف متقاربة المخارج، الحروف متقاربة المخارج، يعفى عن الأخطاء في مثلها. تمام. يعني الحروف، وإلى هذا أشار ابن كثير كالزاي التي المصريون لا يعرفون، يقولون ذال في الغالب إخراج اللسان، إلا القليل منهم، ولا كلهم أكثرهم إلا من رحم الله يقولون الذال زاي، ويقولون الثاء سين. تمام. يقول لك مثلا كثر خيرك، كتر خيرك. تمام. أو ماشي، سلك، شكرا.